أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هذا الجمع العام العادي السنوي لنادي الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم يتشرف خادم الأعتاب الشريف الدكتور عبد اللطيف مختاري أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير وباقي مكونات الفريق وفعاليات مدينة جديدة كي يتقدم بعد تقديم فروض الطاعة إلى جلالتكم وبكل الوقار والاحترام اللازمين لمقامكم المحمود بالإعراب الصادق عن آيات الولاء والإخلاص وبتعلقنا جميعا بأهداب العرش العلوي المجيد وبالاعتزاز بكل الخطوات الرائدة والمبادرات الرفيعة التي ما فدئتم جلالتكم ترسمونها يوميا وعبر كل ربوع المملكة السعيدة من أجل النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بصفة عامة. أسرة الدفاع الحسن الجديدي بالآراء ديالهم يعني الحمد لله الجمع العام داز في واحد الأمور اللي هي إيجابية، تمكنا الإخوان بعد المناقشة التصويت بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي، الإشادة بالمجهودات اللي داروها المكتب المسير ولا الإخوان والشركاء ديالنا اللي كانوا معنا هذه السنة. بالمناسبة كنشكر جميع المتداخلين والشركاء ديالنا اللي مساعديننا، وكنتمناو هاد الجمع العام يعطي واحد دفعة نوعية باش تكون واحد نتائج ومصالحة كما تكلمنا مع الجمهور. كيف ما شفتوا في التدخل ديالنا كنا واضحين من الناحية ديال الجمهور لأنه واحد الدعم ديالنا ديال الدفاع الحسن الجديد خصو يكون حاضر معنا. كاين مجموعة من الورشات اللي بدات ومازال خاصة العمل والوقوف عليها. كنتمناو لجميع الإخوان نديروا الليد في الليد باش نكونوا هذه السنة في حال أحسن من السنة المقبلة إن شاء الله. كنتمنى بأن تلقاو شي وسيلة باش تجلبوا الجمهور لأنه ضروري. وشوفوا حسب النسبة اللي كنسمعوا حنا بأن كاين واحد المشاكل اللي كاينة مع المؤسسات والتعاقد مع داعمين جدد بالإضافة إلى افتتاح المتجر الرسمي للنادي الدفاع الحسن فإن المشروع المسمى مسامع لبناء الإدارة يتمحور تحقيق الأهداف التي رسمها مع بداية مشوار التسيير للنادي، وسيتم تركيز الجهود على الأمريكا المغربية لكرة القدم احترافية، وذلك تبني النظام الأساسي للجمعية الحالية وتتمين الوعاء العقاري للنادي، إعادة مخطط شمولي للملاعب، تحسين تسويق وترويج صورة النادي، تطوير وتسويق علامة الدفاع الحسن الجديد والاقتراحات الصائبة للجمهور الجديد المتلهف والمتعطش والغيور على فريقه. يمشي واحد متفقين، يمشي جوج متفقين باش تكون يعني نصف ديال المكتب كيمشي مثلا اخر زياره صغرى. هذا العام ماشي ديالنا حنا اللي كنمشي لا.